اتفقنا اليوم ورفعت الضابط القصير القامة ذو الطموح العالي في القرى 18 نابليون وصل بحدث التوسع غزا كل أوروبا وكان عنده طموح كذلك انه يمتد الى روسيا بعد ما وصل الى حدوده في أوروبا فوصل الى روسيا الشرقية بجيش قوامه 500,000 جندي 500,000 جندي دير جاهزين انهم يغزوا الدب الروسي الروس لما شافوا الموضوع ده نابليون والقوة اللي عنده فكروا مرتين اذا كان واجهوا حدود مع اوروبا بالتأكيد سيقضي عليهم عن بطرة أبيه ففكر في استراتيجي ممتازة جدا الاستراتيجي انه أز نابليون بدأ يدخل على روسيا احنا ما نقف قدامه هو كان جنوده موجودين هنا هو رايح على وين؟ على موسكو فبدل ما نعمل معه مواجهة ويقضي علينا وتكون البلد فاتحة قدامه احنا نعمل حاجة بسيطة كل ما هو يمتد احنا ننسحب لكن خلال الانسحاب نقضي على اهم فاكتور للجيوش اللي هو الامداد الجيش محتاج امداد محتاج الشروط محتاج فالامداد في الوقت ده في الغزوات اللي زي دي كان بيتم من خلال الاشياء اللي موجوده على الارض او الغنائم اللي بيحصلوا عليها في المدن وهم ماشيين فكان بينسحبوا بمواطنينهم وبيحرقوا الارض اللي جالسه في الارض المحروقه يحرق الارض اللي قدامه كلها ما يسيب ولا ريسورسز عشان يستفيد منها الجيوش بتاع نابليون بيغزوا عليهم ليلا وبيقتلوهم والروس كانوا فاهمين انه الغزو بدا لكن الشتاء جاي الشتاء جوع اكثر ومعاناه اكثر اللي هو الجو هيكون اكثر بروده فبدوا في الانسحاب وخلال المسيره بتاعتهم وصلوا قرابة موسكو وفي انهر بيقطعوها والانهر دي برضه بتسبب في موت اكثر انسون والبروده بتاع الجو وخلافه وحرق وبالليل بيهجموا عليهم بيقتلوا منهم فوصلوا بدوا من بداية الحدود بنص مليون ووصلوا قريب لموسكو بأولموس 100,000 هناك الروس ضربوهم لهم على نظيفة قضوا على نص الكمية والباقي تبخر ورجع ثاني لحدوده مع أوروبا ورجع منهم 10,000 بس حدود أوروبا العرض بتاع الخط البني ده هو عدد الجنود اللي هو نص مليون جندي وهنا موسكو بيوري انه كيف عدد الجنود كان بينقص من النص مليون بعض التفرعات طبعا بعض الجنود انقسموا لمناطق ثانيه مروا عليها انسون وكده كيف انه بينقص وهو ماشي في الطريق لحد ما وصلوا ال 100,000 لموسكو وحصلت المعركه هناك وتقهقروا ثاني وهم راجعين بالخط الاسود ودي الانهر اللي عبروها والمدن اللي مروا عليها والمناطق اللي مروا عليها لحد رجوعوا هنا 10,000 غير انه في انضمام كمان صار في بعض المناطق الجنود اللي رجعوا وليهم من الصور فتلاحظ انه مثلا عبورهم للنهر ده كان عدد معين ولبسوا كارير السوق لحد ما وصلوا اليه الجزء تحت هنا شو درجه الحراره هم راجعين كيف انه درجه الحراره وصلت ماينس 9 ماينس 21 وده برضه اثر فيه انه شنو؟ عدد النقص السون لحد ما وصلوا هنا ماينس 26 على حدود اوروبا فالدروب الدراماتيكال اللي حصل في ذلك الوقت الفيجواليزيشن ده فيو شارت كوانتيتيز فيو جيوغرافيكال لوكيشنز فيو توبوغرافي فيو درجه حراره ودايركشن خمسة أشياء أو خمسة فاكتور تلمت في نفس الوقت في ون فيجوال كان شيء عبقري وما حصل إلى يوم من الأيام. شيء غير عبقري. في يوم من هذا ما صار. But this is visualization. So visualization is basically what is doing. تعمل شنو؟ Tell story.
Exactly. Thank you so much. بتخبر بقصة قصة معينة صارت في وقت معين وبتواريخ و تفاصيل معينة. إنه decision maker you don't have to go over tiny details. هلا مثلا في واحد مثلا decision maker would like to take a decision about a food supply somewhere, WFP supply في حسكة governorate. لو ما عنده التفاصيل الصغيرة بتاعت لو طلع التفاصيل الصغيرة الجداول والعادات الصغيرة بتاعت he's not gonna be able to take a decision. You need to have a summary. Alright? Summary that will tell him basically what is the to guide him with the story about how to take a specific decision. So how we use that في مجالنا نستعمل في عدة طرق. نستعمل في عدة طرق منها visuals بالشكل ده اللي هي static visualizations وعندنا كمان dynamic visualization أو interactive visualization. Okay. في واحد اسمه بروف هانس روزلين هو physician طبيب وشغال في مجال international health في كارنوليسك انستيتيوت في سويد. عنده فيجوال او استعمل فيجواليزيشن بطريقه ممتعه جدا سوشيال ميديا. والله ده ممتع جدا. قارن ما بين المورتاليتي ريت وعدد او حجم الاسره في كل الدول في شكل ثلاثي الابعاد او مثلث الابعاد في 3 dimension plotting with animation. Media every company is very, very weird. So we get this software which displays it like this. Every bubble here is a country. This country over here is this is China. This is India. The size of the bubble is the population. And on this axis here, I put the territory. Because my students, what they said when they looked around the world, and I asked them, what do you really think about the world? I first discovered that the textbook was tilted mainly, and they said the world is still we and them, and we is Western world, and them is third world. And what do you mean with Western world? I said, well, that's long life and small family, and third world is short life and large family. So this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1962, 1961, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We stopped the world. And this is all the UN statistics that has been available. Here we go. Can you see that? It's China there moving against better health care, improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries and they get larger families, but they no, don't be like, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India, Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there. But not Bangladesh, it's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries and all the rest of the world moves up into the... بتاعته كيف يكون public health with visualization and tell story behind the data. Would you like to take this quiz quickly? في جزء من السيمينار هنعمله skip. بس anyway, this is the last part which is basically a visualization. So, ready? What is the name of the father of the visualization? Hans Rosling,
مو صلاح شارك اسمايلك. أكيد يا اللي قدر عرف عليك مو صلاح بس هانس روزلين ده آخر واحد اللي هو قبل شوية بس not the father. The father is Mars Island اللي هو عمل الفيديو اللي هو بتاع النابيو 19 yes congratulations with this application we're gonna skip it انا مش عارف بسرعه لانه زي ما شويه ضايقنا والمايكروفون اخذ مننا شويه وقت بس في شيء اخير او حاجه اخيره بس حابب اطرق لها عشان لكم جميعا وعارف انت المحاضره حاليا قبل ما نبدا الاسئله طرق عليكم كثير بس هل يجب أن نشاهد الحقيقة بالجرح؟